الحمد لله. كمل، انت خريت دم ويلزمك غذي. انا مش قادر افهم انت ليه محسسه نفسك بالذنب. على فكره انا لو كنت شفت اي بنت في الموقف ده كنت هعمل نفس اللي عملته، مش عشان انت زي القمر يعني، بس مفيش راجل هيقف يتفرج على ست وهي بتضرب وهيسكت. هو صحيح في رجاله لو شافتك وانت بتضربي المنظر ده يعني ممكن تقلق، بس انا استجدعتك من ساعه الموتور يعني، فدخلت بقلب جامد. انما قوليلي اتعلمت الضرب ده فين؟ اصل ابويا زي ما تقول كده بيديني دروس. هو ما عادش قادر يتحرك، بس من ساعه ما بطل شغل ونزلت مكانه وهو بيعلمني كل يوم، عشان لو حد ضايقني ها على كام حركه بلقطهم من الام بي سي. الله يخرب بيت الدش. دش يا ريت، قصدك الوصله يا ستي. عادي كلنا عايشين بالوصله. انا من رشيد على فكره. ميه مالحه وشوش كالحه زينا يعني. لا انا ساكن بعيد عن البحر. انما قوليلي هو الوالد ابوك يعني تعب ازاي؟ ده كان اشهر بمبوطي، ده كان نائب رئيس نقابه البمبوطيه في بورسعيد تمن. هي البمبوطيه ليها نقابه؟ امال، هنا وفي السويس كمان. البمبوطيه كانوا كتير ايام المهنه ما كانت في عزها، اما دلوقتي خلاص. من ساعه ما حصلت الحادثه بتاعت المركب الامريكاني الحربي اللي اتضربت في اليمن، فاكرها؟ فاكرها. كانت يجي من 10 سنين، كانت سنه شؤم. في نفس السنه مركب تاني امريكاني ضربت بمبوطيه في السويس وقتلت واحد. من ساعتها الحكومه والجماعه بتوع التوكيلات الملاحيه مغلسين علينا كل يوم، مظاهرات عند المحافظه وشغلانه يعني من السويس لليمن لبورسعيد. انما انا ما فهمتش برضه الوالد حصل له ايه. عندك حق، اني رغايه، بس كنت بديك فكره عن اللي حصل وخلى ابويا يجيله السكر. هم وديون وزعل وبنت بيجهزها قبل مني ورجليه ضربت. لا اله الا الله، الاتنين ضربوا اليمين؟ بس كانه الاتنين راحوا. مفيش بمبوطي بيشتغل بعكاز، عشان كده انا سبت المعهد ونزلت مكانه، وهو زمايله على وادي الحلال اللي بيحبوه في المينا بيسهلوها لي وهي ماشيه. الله، طب لما انت ظروفك معلم بيها لربنا كده، ايه اللي يخلي جوز جزم يتعرضوا لك ويتهجموا عليك؟ انا افهمك، لما بمبوطي لا قدر الله يموت تتنقل الرخصه بتاعته لاكبر اولاده، لو ما عندهوش ولد تتنقل لجوز بنته. انا جوز اختي مدرس انجليزي وربنا فاتحها عليه، ام واحد من العيال اللي انت روقتهم اتقدم لي عشان يتجوزني، عشان لما ابويا يموت ياخد هو الرخصه وما ينفعش تتنقل لي. دخل عليا بالحنيه عايزين نريحك، ابصر ايه مدرك ايه، سكته على قفاه. شغل لي اخوه في الازرق غلاسه. اني ما كنتش متاكده مين اللي بيضايقني لغايه ما انت حكيت لي عن الموتور، قلت ما بديهاش نتعارك معاه. واللي حصل بقى يا ريتني ما نطقت. ده انت كتر خيرك. هو انا هسكت له؟ انا مسكت عليه زله. اوعى تفتكر اني خايفه اعمل له محضر لطرت. لو انت بيفرق معاكي حاجه، انت ما شاء الله شكلك واخده الشقه هوايه. انا ما رضيتش اعمل له محضر عشان اساومه بيه. هقول له انك قدمت فيه بلاغ وانا اتحايلت عليك تسحبه، ولو ما اتاثرش عني هو واخوه هخليك تقدم فيه البلاغ، وهخلي الاستاذ اللي كان معاك يشهد عليه، وبكده يحل عن سمايه. ويطير في سماي انا؟ اه صحيح، ده رزل وغبي ويمكن يقرفك. انا مش فارقه معايا لا هو ولا 10 زيه، انا بس هشترط عليه المره اللي جايه انه يعقم المطوه بتاعته. اني اسفه. اه شافع، لا انا كويس الحمد لله. لا كويس، ما تقلقش. انا خرجت على البيت. انت في البيت؟ ما انا نزلت اجيب لقمه كلها. انا جاي لك على طول يا شافع. يا شافع انا كويس، اقفل، انا جاي لك. ده الرئيس اللي انا شغال معاه وجوز اختي في نفس الوقت، انما راجل بعيد عنك. لما اقعد معاكي بقى هبقى احكي لك. هو انا هشوفك تاني امتى؟ برضه هتفضلي ساكته؟
لعلمك بقى انا المره دي مش هسكت له. هتعمل ايه يعني؟